العلاقات الجهاد الزائف والدعوات التكفيرية الترهيبية التي أصدرها ثلة مما يسمون علماء الأمة في القاهرة أمس، أكد أئمة وخطباء المساجد في خطبة الجمعة أن هذه الدعوات تشكل خروجا عن أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذا لمخططات الصهيونية العالمية ولا تستند إلى مصدر شرعي. والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف أكد أن فتاوى التكفير وأدوات التحريض تحدث أخاديد تفتت وحدة الأمة العربية والإسلامية. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، وكأن الأفوه الأودية أحد حكماء الجاهلية يرد على دعوة ما يسمى علماء الأمة بوجوب الجهاد في سوريا، فإلى الجاهلية عادوا ومن عصبيتهم البغيضة أصدروا فتاوى القتل والتكفير. فترك المسجد الأقصى للصهاينة يستباح كل يوم، بينما كان حري بالمؤتمرين من أصحاب الذقون القميئة وهم على بعد أميال قليلة منه إصدار دعوات الجهاد لتحريره بدلا من توجيهها إلى سوريا. ما كل إفتاء إفتاء، وما كل فتوى فتوى، وما كل ناعق يتبع، وما كل عالم يقلد. فإذا ما انتهت أزمة من الأزمات ظهر أهل العلم الحقيقيون، فوضعوا هذا الكلام كله في ميزان الشرع، والشرع يقول هذا حلال وهذا حرام. في الأزمات مجامل ومداهن ومبالغ ومسور ومثبط ومقدم ومبعد، لكن عندما تنتهي الأزمات تظهر الحقيقة. فلذلك ينبني على هذا الأمر أيها الإخوة الكرام ألا نسمع لكل من تدلت لحيته وارتفعت عمته وظهر على قناة من الأقنية، علينا أن نرجع إلى الخلص من علمائنا والكمل من فقهائنا وأن نستمع إليهم. شيوخ الدم والفتنة أطلوا من القاهرة وقد أوغلوا في انتهاك أحكام الشريعة الإسلامية كلها، وباسم الإسلام والإسلام منهم براء، قالوا إن ما يحدث في سوريا هو حرب على الإسلام والمسلمين، وكان ذلك صحيح لو وقفوا مع الشعب السوري في وجه الإرهاب الذي ابتلي به من جراء فتواهم البغيضة ودعواهم لقتل الناس، فكان هدفهم تهديم وضرب الإسلام من الداخل، وقد أعلنوا الحرب عليه وهم لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مأجورون، مولوا من الخارج لخراب الإسلام ولدمار الإسلام ولتشويه صورة الإسلام، وهم يعملون ليل نهار للتخريب، للفتن، للتحريض، لزرع الفتنة بين الأخ وأخيه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. هل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن نأتي إلى سوريا أم إلى فلسطين؟ أيهما أولى؟ هل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن ندمر سوريا برمتها؟ هل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن ندمر المساجد والكنائس والمعامل والمشافي والمؤسسات والجامعات والمدارس؟ لا يفهم أي مواطن سوري كل هذا التحريض الديني ضد سوريا إلا في سياق المخطط الصهيوني، وهي التي وقفت مع المقاومة ولم تحد بوصلتها عن فلسطين، وفي الوقت الذي أعلن باراك أوباما رئيس الجناح السياسي للإرهابيين في سوريا تسليحهم يصدر مفتو القتل والدم فتاوى الجهاد الزائف. يدعي أنهم مجاهدون وهم في الحقيقة متآمرون وليسوا مجاهدين، لأنهم بالله عليكم يا إخوة الشيخ العروف
تنهار عن شذى الحرية والوصال والقرضاوي يدعونا إلى الجهاد إلى الجهاد إلى سوريا. بالله عليكم كم يوما من الأيام سمعنا أدوهم إلى الجهاد إلى تحرير الأقصى وإلى القدس وإلى فلسطين، وما زلت أتحداهم وما زلت أتحدى جميع المشايخ وقادتهم وعلمائهم أن يدعو إلى الجهاد إلى تحرير الأقصى. أدلة هو ألا توجد له أدلة على ليس هناك أدلة إلا البترودولار والمال السعودي والمال القطري النجس، هذا وش كاين أدلة؟ ليس هناك دليل. هذه حرب عالمية على سوريا تقودها المسيحية المتهودة المتصهينة. أني حزين والله، أني حزين. نتحداهم هذو مالهم افتوا بقتل الفوطي في مسألتين، الأولى أرام افتوا بوجوب تسليح المعارضة السورية. نتحدى قطر وجماعتهم والمفاتيح تاعهم يسلحوا حماس، يا حماس جهاد إسلامي مجمع عليه، أم يقولوا بوجوب تسليح المعارضة السورية أيكون رجال سلحوا حماس. المسألة الثانية، كيف أهل القرضاوي ما يشوفش القاعدة الأمريكية في قطر أضخم قاعدة في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي تنطلق منها الطائرات لقنبلة العالم الإسلامي، علاه ما يفتيش بتحريم ذلك؟ لماذا لا يفتي بأن ذلك حرام ولا يجوز وهذا منكر لا يجوز السكوت عليه؟ مفاصل متعددة مرت بها الأزمة في سوريا، وهي عند كل مفصل تؤكد قدرتها على الصمود وتصعيد العدوان ضدها بدعوى الجهاد الزائف أو إرسال السلاح لن يفيد المعتدين، فعند أعتابها سيسقطون.